بودكاست 24 يقدم كل وقت وله أذان مع مصطفى سعيد. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في آخر حلقات سلسلة كل وقت وله أذان. نبقى مع نغمة السجاه. لم تعد في زماننا حاجة لمعرفة الوقت بالأذان. ساعات ثم هواتف، لم يعد الإنسان بحاجة لمنبه خارجي ليعرف أين هو من اليوم. وبرأيي هذا سبب من أسباب انقضاء زمن كل وقت وله أذان. بقي هذا التقليد إلى الآن في بعض الحواضر، اسطنبول مثلا، فهم إلى الآن يحافظون أن كل وقت له أذان. قلنا الاختلاف في النص الموسيقي، لأن نص كلام الأذان واحد، لكن كان هذا عاما في سائر الأمة. فما أحلى أمة كانت تميز الأنغام وتعرف كل أذان على نغمته وتعرف الوقت من هذا الاختلاف في الأنغام. حين أصبحت الإذاعة تنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة دون باقي الصلوات، لأن صلاة الفجر يسبقها دوما قراءة وتسبيح طويل، أصبح القراء والمنشدون يرون في هذا فرصة لإبراز مهاراتهم في الأنغام. إذا لم يعد أحد يؤذن للفجر من نغمة الصباح، إنما تعددت الأنغام لإبراز كفاءة كل شيخ فيختلف عن من قبله. ثم أذان من السجاه للشيخ محمد رفعت، اختاره الملك فاروق حينئذ في إفطار وكبته الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، أظن كان سنة 1938. في هذا النموذج الذي نختم به أستاذنا المرحوم الشيخ محمد عمران ينوع على هذا الأذان في نقل حي لصلاة فجر لليلة عيد فطر على ما أظن سنة 1990 من مسجد الحسين في القاهرة. نوع الشيخ محمد عمران على أذان الشيخ رفعت تحية له بصفته أستاذا لكل المقرئين والمنشدين، كأنما يريد أن يقول إذا انقطع أن لكل وقت أذان تمتاز به نغمته، الأهمية لا تكمن في الالتزام بحرفية تقليد بعيد، إنما الالتزام بالمظهر الحضاري لهذا التقليد. نعم كل وقت وله أذان، لكن الزمن نفسه يتغير، فلنحافظ على هذا الإرث النغمي ولا نفرط فيه بدعاوى تحريم أو دعاوى أنه عفى عليه الزمن. نختم مع أستاذنا المرحوم الشيخ محمد عمران، وإلى أن نلتقي في سلسلة حلقات جديدة نترككم في الأمان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة،
الصلاة